أخبار ورياضة من الجزائرية الإخبارية. سلام الله عليكم. والبداية بمونديال الكرة الصغيرة مصر 2021، حيث انطلقت الآن مباراة المنتخب الوطني لكرة اليد أمام ناظره الفرنسي بقاعة حسن مصطفى لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثالثة للدور الرئيسي. المباراة هذه هي الخامسة في تاريخ المواجهات أو مواجهات المنتخبين، وسنعود للحديث أكثر حول مجريات الشوط الأول بعد قليل. في ألعاب القوى، جرت صباحة اليوم الجمعية العامة العادية للاتحادية الجزائرية للعبة في نهاية العهدة الأولمبية 2016-2020 التي احتضنتها قاعة الاجتماعات التابعة للجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية ببن عكنون عن التلفزيون الجزائري. حضرت دنيا حجاب وأعدت التالي. أنا مع الحضور باش نقيموا الأعمال تاع أعضاء الجمعية ونشوفوا المستوى تاع العاب القوى في هذا التقييم هذا، يعني ولا رانا في التقدم الايجابي ولا رانا في التقهور. نتمنى ان تكون هذه الجمعيه العامه تاع هذه السنه هي انطلاقه فعليه للجزائر الجديده في اطار رياضه العاب القوى. يعني في ظل هذه المعطيات لبعض أعضاء الجمعية والتي بلغ عددها 55 عضوا من بين 68 مسجلا في الجمعية العامة، انطلقت أشغال هذه الأخيرة بعرض التقرير الأدبي لسنة 2020 وكذا العهدة الأولمبية. فبعد نقاش بكل شفافية بين أعضاء الجمعية تمت المصادقة على التقرير الأدبي بالإجماع. أين مصير رياضين ألعاب القوى الذين أعطوا الكثير لهذه الرياضة وهما غير مندمجين في هذه الاتحادية أو في الاتحادات اللي ساقها؟ ليفتح المجال بعدها لقراءة التقرير المالي لسنة 2020 والعهدة الأولمبية والذي عرف مصادقة أعضاء الجمعية العامة بالإجماع. إذن من المنتظر أن يشارك فريق وداد تلمسان في منافسة كأس العرب للأندية، وقبل ذلك سيرفع على مسامعنا أذان صلاة المغرب لنستمع لصوت الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. ومواصلة لأخبارنا الرياضية وفي كرة الطائرة، من المنتظر أن يشارك فريق وداد تلمسان في منافسة كأس العرب للأندية البطلة التي ستحتضنها البحرين بداية من 18 مارس القادم. الوداد سيشارك بعد أن وجهت له الدعوة من طرف الهيئة المنظمة للبطولة. في تصريح له عقب زيارته لنادي الغرافة القطري، قال الناخب الوطني جمال بلماضي أنه سعيد بالتواجد في أو مرة أخرى بالفريق الذي لعب له من قبل ويلعب له لاعبين جزائريين، وهو يتابع كل صغيرة وكبيرة لكل اللاعبين الذين ينشطون في الدور القطري. تصريح من موقع النادي على تويتر. السلام عليكم. For me, a huge honor and pleasure. إنه شرف كبير لي التواجد مرة أخرى في الفريق الذي لعبت فيه أول مرة في البطولة القطرية عام 2003، والذي كان يلقب آنذاك بالاتحاد واليوم الغرافة. The name of the club was, of course, الاتحاد. And now it's الغرافة. I have a lot of friends here. لدي العديد من الأصدقاء هنا، خاصة رئيس الشيخ جاسم بن حمد الثاني. وأنا سعيد بزيارته مجددا. I am very very happy to be here. And of course, you know, in this league now. نعم، هناك عديد اللاعبين الجزائريين ينشطون في الدوري القطري، ووجب علي مشاهدتهم ومتابعة المستويات التي يقدمونها. وفي نادي الغرافة هناك لاعبين، سفيان هني وعدلان قديورة، وأظن أن النادي راض عنهما ومستواهم جيد، متأكد أنهما سيكونان أفضل مستقبلا. أنا عدلان قديورة، so I think the club is satisfied from them. This club it's a big club, it's a historic club. They won a lot of trophies. هذا النادي عريق وتاريخي ويملك العديد من الألقاب، ومتيقن أيضا من عودتهم إلى التتويجات في المستقبل القريب، لأنه يملك كل المؤهلات الإدارية خاصة من خلال الاستراتيجية المنتهجة للعودة من جديد وحصد ألقاب أخرى سريعا، وأنا واثق من ذلك. Inside the club and the system that they put in the club and I am sure that by time that they will win trophies. من المنتظر أن يحتضن ملعب وهران الذي تشرفت الأشغال فيه على الانتهاء مباراة ودية للمنتخب الوطني لكرة القدم المقررة ما بين 31 ماي والخامس عشر جوان المقبل، أو سيحتضن هذا الملعب هذه المباراة بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، حيث أن مدرب المنتخب جمال بلماضي حث على ضرورة إجراء المقابلة الودية في الملعب الذي سيتسع لأربعين ألف متفرج، والذي سلمت أرضية ميدانه نهائيا شهر ديسمبر الماضية. في خبر آخر، يتواصل التربص المنظم من طرف المديرية الفنية الوطنية للاعبين القدامى للحصول على إجازة كاف ألف الذي انطلق أمس بمشاركة 25 مترشحا. التربص يندرج ضمن اتفاقية كاف كوتشينغ، ويشرف عليه خبراء من الكاف. يتعلق الأمر ببلحسن معلوش عضو اللجنة الفنية بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم وشغير زويتا المدير الفني الوطني لتونس، وسيتواصل التربص إلى غاية 24 جانفي الحالية.
في البطولة الإفريقية للمحليين التي انتهت جولتها الأولى، قدم ممثل الصافرة الجزائرية في هذه المنافسة لحلو بن إبراهيم مستوى جيد، مشرفا التحكيم الجزائري على الصعيد القاري خلال إدارته للمباراة التي انتهت بفوز المنتخب الزامبي على نظيره التنزاني بهدفين دون رد، ما سيجعله مرشحا لإدارة العديد من اللقاءات في الجولات القادمة من منافسة الشان الجارية بالكامرون. وفي البطولة الوطنية المحلية التي ستلعب جولتها التاسعة يوم الجمعة المقبل، ستميزها ثلاث قمم أبرزها ديربي الشرق بين شباب قسنطينة ووفاق سطيف، لقاء لا يقبل القسم على اثنين بالنظر إلى تباين أهدافهما، والمتابعة في سياق التقرير التالي. سياسي أراد عالية أراد. ستكون القمة مضمونة على ملعب عايد حبداني بالخروب الذي سيحتضن ديربي الشرق الجزائري بين شباب قسنطينة ووفاق سطيف في مباراة بأهداف متباينة ولا تقبل القسمة على اثنين. الديربي سيكون بمعطيات مختلفة بين أكبر الفرق في شرق البلاد، حيث سيدخل أصحاب الأرض بهدف الفوز وتأكيد صحوته في الجولة الماضية بعد عودته بنقطة ثمينة من سكيكدا أمام الشبيبة المحلية. دائما طبعا صفر مقابل صفر بين شبيب سكيكدا، والفوز في هذه الجولة يعني الابتعاد عن دائرة الخطر، وهو الذي سجل تعادلين داخل الديار ومثليهما خارجه وفوزا واحدا داخل القواعد مع هزيمتين خارجها في سبع جولات، ما يدل على صعوبة المأمورية أمام فريق يحسن التفوض خارج الديار. فالوفاق الصيفي الذي سجل ست انتصارات داخل وخارج ملعبه مع تعادل وهزيمة واحدة سيرهن حظوظه في التنافس على اللقب. ففي هذه المباراة يسعى فيها النسر الصيفي للإطاحة بالسنافر في عقر داره لتعويض خيبة المولودية للبقاء في المنافسة على اللقب، هذا من جهة. من جهة أخرى سعيا منه للحفاظ على الصدارة وتعميق الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه مولودية الجزائر، حيث أن فوز الأخير مع هزيمة الوفاق يعني خسارة الريادة بصفة رسمية. فلمن ستكون الغلبة في ديربي الشرق يا ترى؟ من جانبه مولودية وهران يستعد لدرب الغرب أمام أولمبي شلف، مباراة استعد لها شبال المدرب عمر بلعطوي، خاصة وأن الفريق حضر بمعنويات مرتفعة بعد النتيجتين المحققتين أمام كل من مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، حيث تمكن الفريق من العودة بنقطتين في تنقلين. وعن المباراة يتحدث اللاعبون والمدرب عمر بلعطوي. الحمد لله يا ربي جبنا زوج نتائج ايجابيه خارج الديار، باغي نبدو ان شاء الله هاد لا سيمان بجديه ان شاء الله نحضروا المباراه جمعيه شلف. اولمبي شلف فريق لا يستهان به، عندهم لاعبين ممتازين، لهذا انا نقول باللي الحمد لله الايجابيات وهي ان الفريق راه بعقليه مليحه، اللاعبين راهم منضبطين الحمد لله. نظن باللي ما عدا اللاعب شاوطي اللي كانت عنده اصابه في المقابله الاخيره، دونك اون فافور لا غرافيتي دو لا بليسور تاعه وين راهي واصله باش نعرفوا باش نحدوا اكزاكتومون. اللاعب مطراني اللي مازال راه مصاب ثاني، لاعب درارجه نعماني التحق بالفريق، لاعب فريفر ثاني مازال راه في راحه، بصح ان شاء الله هذا الاسبوع يدخل في المجموعه. نظن باللي الخيارات كاينين. حصه. وفي أخبار أهلي برج بوعريريج، تم اليوم تعيين المدرب عزيز عباس على رأس العارضة الفنية للفريق خلف للمدرب ديري بلال. المدرب والجريد سيباشر في مهامه انطلاقا من الجولة المقبلة أمام اتحاد العاصمة على أن يكون مرفقا بالمدرب المساعد عبد النور بوصبيعة وسليم فضيل كمدرب لحراس المرمى خلفا للوناس قاووية. وعينت إدارة أهلي برج بوعريريج المدرب عزيز عباس رسميا للإشراف على العريضة الفنية للفريق فيما تبقى من الموسم خلفا لبلال الديري المستقيل. إدارة والفريق البريجي التي يعيش فريقها أحلك أيامه سواء من حيث النتائج الفنية وأيضا الأزمة المالية العالقة، سعت اليوم في اجتماع لأعضاء مجلس الإدارة وترسيم قدوم عباس مع البحث عن مخارج للمشاكل التي يعاني منها الفريق منذ بداية الموسم. وللحديث عن تولي المدرب السابق لوداد تلمسان وشؤون العارضة الفنية للنادي يلتحق بنا عبر الهاتف السيد عزيز عباس. أهلا بك.
نعم، في البداية من تلمسان إلى البرج إلى الديار إن صح التعبير تعود إليه بعد أن غادرته منذ 3 سنوات، كيف كان الاتصال لما اخترع؟ نعم تفضل. والله بعد الاستقالة تاعي من وداد تلمسان بكمان أديت معه موسم ونصف بعد ما حققنا الصعود مع وداد تلمسان قسم وطني الأول، والبداية نوعا ما صعبة في بداية الموسم. قدمت الاستقالة تاعي وما كانش يعني في راسي أنني راح نمسك فريق آخر، لأنني كنت أود أن أخذ قسط من الراحة، لكن لما جاني العرض من فريق أهلي بوشباراني جبيتي إن صح القول اللي ترعرعت فيه كلاعب وثم كمدرب في عدة مناسبات، آخرها كانت يعني الذكرى الجميلة لوصولنا النهائي كأس الجمهورية 2009. انضم ما كنتش نقدر نقول لا لفريق يعني راه يتخبط كما قلت في مشاكل فنية وإدارية كبيرة. نعم، ما هي أهداف المدرب عزيز عباس مع أهلي برج بوعريج؟ كما ذكرت أن الفريق يتخبط في دوامة المشاكل، هل هو أكيد أنه يعتبر تحدي بالنسبة لك أليس كذلك؟ على كل حال تحدي كما التحديات اللي تعودت عليها من قبل، لأنني عشت مغامرات مماثلة إن صح القول، بداية من شباب عين فكرون اللي لحقنا معاه كمان حتى نصف نهائي كجمهورية 2014 مع مولودية العلمة اللي كان يعيش نفس الوضعية، واستطعنا فضل رب العالمين أن ننقذ الموسم، شأنه شأن نجم ماغرا اللي كان يتخبط في المراكز الأخيرة وقدرنا نحقق الصعود التاريخي القسم الوطني الأول. إذا وضعية يعني متعود عليها، هي وضعية صعبة صعبة جدا ولكن ليست مستحيلة، إن شاء الله بيوفقنا مرة أخرى. نعم، وكيف ستتعامل مع الوضع خاصة وأن فريق أهلي برج بوعريج يتواجد في مؤخرة الترتيب سيد عزيز عباس؟ والله أول شيء أنا اليوم رحت عينت الفريق يعني من خط التماس كما يقولوا، وشفت الفريق، شفت فريق باللي منهار من الناحية المعنوية، وهذا شيء طبيعي لأنه الفريق حقق نقطتين طيلة 8 مقابلات. أمور يعني كما نقولوا حنايا ماهيش على ما يرام. أولا راح نشوفوا كيف على الأقل نطلعوا من المعنوية تاع اللاعبين، نرفعوا من المعنوية تاعهم، نرجعوا لهم الثقة في النفس. وإذا عمل كبير من الناحية النفسية ينتظرنا، وبعد ذلك أمور تنظيمية، أمور انضباطية، أمور فنية. نظن باللي عمل كبير ينتظرنا، وإن شاء الله نكونوا في مستوى وتطلعات أنصار أهلي برج بوعريج إن شاء الله. نعم نعم، المباراة المقبلة أكيد أنك سترفع التحدي من أجل يعني النقاط الثلاثة وتحقيق النقاط الثلاثة أليس كذلك؟ بطبيعة الحال، وبالرغم يعني من صعوبة المأمورية في ظل عقوبة عدة لاعبين مصدر من أهلي برج بوعريج زائد الإصابات الكثيرة في بداية الموسم هذا واللي ظهرت يعني جليا في جميع الفرق، وزائد أنني أعرف كما نقولوا إحنا عندي معرفة جيدة لفريق اتحاد العاصمة اللي سبق وأني لعبت مع وداد تلمسان وكنا حققنا تعادل 0-0. إذا كل هذه المعطيات راح نحاول نوظفها باش الفريق كما نقولوا احنا يدير نتيجه ايجابيه تسمح له على الاقل بالعمل بهدوء في المقابلات القادمه ان شاء الله. نعم، شكرا لك سيد عزيز عباس على كل هذه التوضيحات، فبالتوفيق لك ولأهلي برج بوعريج فيما تبقى من الموسم. مباراة أخرى ستجمع مولودية الجزائر وجمعية عين مليلة على ملعب 5 إجويلية، سيدخل فيها أصحاب والأرض بمعنويات مرتفعة حيث حضر جيدا لهذا الموعد وبتعداد شبه مكتمل أملا في مواصلة سلسلة الانتصارات، وهو المنتشي بالفوز خارج الديار في الجولة الماضية أمام وفاق سطيف. المدرب نبيل نغيز واللاعبون أبانوا على جاهزيتهم للمباراة المقبلة أمام جمعية عين مليلة، موضحين أنهم وعون بالمسؤولية التي تنتظرهم. نتابع. نظن باللي هذه المباراة هي تعد أصعب من مباراة وفاق سطيف، لأن عين مليلة يعود من هزيمة فوق أرضية ميدام، وحنا نعود من فوز من أرض الرائد اللي هو وفاق سطيف،
نظن باللي الامور راح تكون معقده كثيرا، لان لازم اليوم حنا نحطوا رجلنا على الارض ونحضروا للعلم يعني كما حضرنا الوفاق الصيف واكثر، لاننا نقول اليوم وهذا واش قلت للاعبين انها راح تكون اصعب من مباراه وفاق الصيف. رانا نعرفوا المسؤوليه ورانا داركين صعوبه المباراه، الفرق تحترمنا كما نحترموها احنا كذلك. كل ما نقوم به هو من اجل انصارنا الاوفياء، انصارنا اللي دائما راه معنا، اللي دائما يدعمونا كثير، انصار رائعين، انصار عالميين. ان شاء الله احنا راح ما نبخلوا عليهم ولا شيء، وان شاء الله نفرحوهم كل مباراه ان شاء الله. هذا هو الشعار تاعنا، اننا نفرحوهم في كل مباراه ان شاء الله. حنا واعيين بالمسؤوليه هذه وعلى بالنا واش يسنا فينا، ولي ماتش كاع صعب ان شاء الله. نزيدوا 3 نقط ان شاء الله باش نزيدوا نافونسيو في الكلاسمون ان شاء الله، وان شاء الله انا واجدين باش نفوزوا. ابري اون فيكتوار على ليكستيريور اون اوبلي دوك هذيك لو ماتش هذاك. Et maintenant, il faut qu'on concentre sur le match Leraoujaina. On doit bien préparer le match inchallah pour continuer inchallah les résultats positifs. حنا مو الماتش تاع ستيف لي كان تري ديفيسيل، خمنا ديريكت على المباراه تاع عين مليلة. يعني لي ماتش تاع شامبيونا كامل سورتو كونت ساجي دو مولوديا، على بالي بلي لي زيكيب كامل يجيو موتيفي باش يربحوا مولوديا. حنا رانا وجدين لهاد لي زيكيب هادو باش نكونوا في الوقت ان شاء الله باش نربحوا لي ماتش هادو ان شاء الله. أما بخصوص الإصابات، قال نبيل النغيس إنه سيدخل بمجموعة متكاملة، خاصة بعد التحاق اللاعب الإيفواري إيسلا داودي. كما أكد النغيس أيضا أنه سيستفيد الفريق من خدمات كل من اللاعبين بنعلجية أو لاعبين بالعلجية وبراهيمي العائدان من الإصابة، على عكس سامي فريوي الذي سيواصل الغياب بداعي الإصابة. نتابع تصريح نغيس في ميكروفون التلفزيون الجزائري. بالنسبة للإصابة نضرب فريوي مازال باش يعود، ولكن إبراهيم نظن راح نسترجعوه للمباراة هذه. نفس الشيء بالنسبة للمهدي بن عجية. على العموم اليوم المجموعة راهي مكتملة، خاصة بعد وصول إيسلا اليوم يدخل إن شاء الله من كوت ديفوار. هكذا نظن باللي المجموعة راهي بدات تكمل، ما عدا يعني فريوي اللي الإصابة نتاعو مازالت شوية معقدة. دائما مع أخبار مرودية الجزائر. وبعد غيابه عن الفريق بسبب انتهاء رخصة عمله في الجزائر، أعلنت إدارة النادي العاصمي عن العودة الرسمية للاعب الإيفواري إيسلا داودي. وحسب بيان النادي العاصمي على صفحته الرسمية فيسبوك، فإن الإدارة كلفت ناصر بويش بالتنقل إلى الحدود الجزائرية التونسية لتسهيل مهمة دخول اللاعب، وقبل التحاقه برفقائه يقول سيخضع إسلا للحجر الصحي في ولاية عنابة. في تطورات بيت شبيبة القبائل، وبعد الندوة الصحفية التي عقدها الرئيس شريف ملال صبيحة اليوم، نفى فيها نيته في المغادرة وبقائه على رأس الفريق من أقدم بقية أعضاء مجلس الإدارة إلى سحب الثقة منه. تفاصيل في الموضوع مع كريمة عثمان. تسارعت الأحداث داخل بيت شبيبة القبائل بشكل مفاجئ وغير معتاد، فالرئيس شريف ملال خرج أمام وسائل الإعلام ليدافع عن نفسه ومشروعه، طالبا البقاء إلى غاية نهاية الموسم، ووائدا بلقب سعد الأنصار، لكنه لم يكن يدرك أن قرار تنحيته سيصدر بعد ساعات قليلة من هذه الخرجة الإعلامية. هو قرار جاء بعد تحرك المساهمين وبطريقة قانونية تجبر الفريق على الدخول في مرحلة انتقالية قبل انتخاب رئيس جديد. تطورات متسارعة، وقبلها تحرك الأنصار في فترة سابقة وتعالت أصوات قدام اللاعبين وتعددت الانتقادات. أما اليوم فالكلام سيكون حتما عن التداعيات، الحلول، الأفاق ومستقبل الفريق، حيث قامت الإدارة الحالية بتكذيب الخبر على صفحتها الرسمية في الفيسبوك، فاتحة الأبواب على عديد الاستفهامات الإضافية.
وفي اتصال هاتفي قال رئيس نادي الهوي للتلفزيون الجزائري نعم إن الجمعية العامة ستعقد يوم 11 فبراير المقبل، ولمعرفة آخر التطورات يلتحق بنا عبر الهاتف مباشرة المساهم رشيد أزوا. وبداية أهلا بك. ثانيا، هل تؤكد خبر تنحية الرئيس شريف ملال من منصبه وتعيين نسيم بن عبد الرحمن لتسيير الفريق مؤقتا؟ السلام عليكم. نعم، أؤكد لكم الخبر تنحية الرئيس ملال من المجلس الإداري قانونيا بعد الشكوى التي قدمنا بها مساهمين ورئيس النادي الهاوي الجديد جعفر آية مولود لوكيل الجمهورية في ولاية تيزي وزو. نعم سيدي، كيف تمت التنحية بهذا الشكل المفاجئ؟ لم تكن مفاجأة لنا، بل كنا نعرف مسبقا أنه رئيس غير شرعي للمجلس إدارة الفريق، خاصة بعد استقالة الرئيس النادي السابق سيد سامي دراس وعدم إمضاء الرئيس المجلس الإداري الإدارة حاليا شريف ملال على وثيقة تعيين رئيس النادي الهاوي الجديد سيد أيتمود الجعفر. وهذا يعني أن مجلس الإدارة لا يحتوي على نسبة أكبر من الأسهم، مما يؤدي قانونيا للديسوليسيون تاع المجلس الإداري الحالي. نعم، هل لك أن توضح لنا أكثر ما قلته الآن بأن الرئيس ملال ليس الرئيس الشرعي للفريق؟ نعم، سيتحصل غدا من المحضر القضائي لويسي جيستيس، سيبلغ له هذه الوثيقة غدا إن شاء الله، بعدما اتصل بنا لكي نتحصل على استدعاءات للمجلس لاسومبلي جينيرال اللي راح تكون 11 فبراير 2021. نعم رشيد أزوا، في ظل كل هذه المشاكل ودوامة الأزمات التي دخل فيها شبيبة القبائل، كيف سيكون مستقبل هذا النادي العريق مستقبلا؟ المستقبل الفريق سيفصل فيه المساهمون والنادي الهاوي يوم 11 فبراير في جمعية عامة، وإن شاء الله سنأخذ كل الإجراءات اللازمة وسيتم تعيين مجلس إدارة جديد لقيادة الفريق، وسنعمل لترتيب الأمور وأطمئن الأنصار على المستقبل الفريق إن شاء الله. ستعود شبيبة إلى الواجهة إن شاء الله. نعم، شكرا لك رشيد أزوا على كل هذه التوضيحات. وصلت الفكرة، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف. ومع البطولة الوطنية دائما يواصل أولمبي المدية تحضيراته هو الآخر بتعداد شبه مكتمل تحسبا للجولة المقبلة، أو بالأحرى للقاء القادم أمام اتحاد بسكرة، لقاء يستهدف فيه أبناء شريف حجار تحقيق الفوز الخامس على التوالي. وسيستفيد الفريق من عودة كل من جوماري والطيب وطارق شرفاوي بعد عودتهم من الإصابة، وسيغيب مسعودان عن النادي لأسبوعين بسبب العملية الجراحية التي أجراها في مفصل الركبة، فيما تبقى مشاركة كموخ غير مؤقتة لمعاناته من آلام في الركبة. يذكر أن المدرب شريف حجار سيغيب عن الدكة بداعي العقوبة المسلطة عليه من طرف لجنة المنازعات التابعة للرابطة الوطنية. يواصل فريق أتلتيك باراتو تحضيراته تحسبا لمواجهة شبيبة تسكيكدا تحت قيادة المدرب لوبرت بيريك. المدرب الفرنكو ملغاشي سيكون في أول خرجة له مع النادي بعد تعيينه خلفا للمقال حكيم مالك الباك، وبشعار إبقاء النقاط الثلاث على أرضه يستقبل أبناء روسيكادا على ملعب دار البيضاء. يذكر أن بيريك كان يدرب الفريق الرديف لنادي بارادو قبل تولي زمام العارضة الفنية للفريق الأول. قضية اتحاد بسكرة طفت إلى السطح بسبب المشاكل الإدارية، وأحدثت زوبعة في فنجان بسبب المشاكل التي يعاني منها الفريق. ولأكثر تفاصيل نفتح نافذة من عاصمة الزبان مباشرة بالزميل ياسين بوخناف
للوقوف عن كثب عند تفاصيل قضية اتحاد بسكرة. مساء الخير ياسين لك ولضيفك الكريم وإليك الخط. مساء الخير سهيلة. إذن كما تشاهدون نحن متواجدون بلعب ملعب 18 فبراير ببسكرة للحديث عن فريق اتحاد بسكرة والمشاكل التي يعاني منها مع بداية هذا الموسم، الانطلاقة الغير موفقة، رحيل المدرب بوعكاز من العارضة الفنية. ومعي للحديث عن هذا الموضوع السيد عبد القادر الدريعة مانجر الفريق. أهلا وسهلا بك. مساء الخير أخي ياسين، مساء الخير المشاهدين الكرام، رحبوا بك في ولاية بسكرة وإن شاء الله يعني نكونوا عند حسن ظنكم بإذن الله. معنا كذلك المدرب والتقني والمستشار سمير حوحو، أنت حاليا تشرف على الفريق، مرحبا بك. مساء الخير ياسين ومرحبا بكم وسعيد جدا بوجودك معنا في بسكرة. إذا نبدأ مع المانجر العام، نبدأ من إقالة أو استقالة أو رحيل بتراضي، كيف كان رحيل معز بوعكاز المدرب التونسي؟ والله يعني الرحيل تاع المدرب يعني احنا كنا اجتمعنا به بعد المقابلة تاع غليزان والإنزام تاعنا تاع غليزان، اجتمعنا بالمدرب وعنا ورئيس الفريق ويعني كنا يعني وضحنا له يعني الإمكانيات اللي وفرتها الإدارة يعني من بداية الموسم والنتائج المحققة يعني حتى لغاية الجولة السابعة، يعني ما كانوش النتائج اللي كنا متوقعينها من الطاقم الفني، وتمت الإقالة نتاعو ويعني الأمور يعني جات في ظروف عادية. أنا نشوف باللي يعني كان لازم علينا كإدارة أن نقوم بهذه الخطوة مع الطاقم الفني، لأنه ما كنا نشوفه باللي الفريق ما روش يقدم يعني في عروض يعني مليحة، وما كانش يعني النتائج اللي كنا متوقعينها منه في بداية الموسم. ألا تعتقد أنه يعني هناك من يقول أن أول انهزام إقالة لم يكن سابق لأوانه يعني؟ لا احنا يا ما نقولوش باللي سابق لأوانه، بيسك احنا يا كاينين المعطيات اللي نقدروا نقيلوا عليها المدرب ولا يتم الاستغناء عنه ولا يكون في المنصب نتاعو. احنا شفنا باللي من ناحيه يعني الاولى يعني التحذيرات اللي قلت لك اللي وفرتها الاداره يعني الامكانيات اللي وفرتها من تربصات يعني في بدايه الموسم ويعني العمل الكبير اللي تقوم به الاداره مع الفريق. الحاجه الثانيه الكومبورتمون تاعو يعني اون فيربالك لي جوار ولا الستاف سواء ميديكال ولا الاداره ولا اللاعبين، يعني ما كانش يعني الكومبورتمون هذاك البوزيتيف اللي مع اللاعبين. الحاجه الثالثه بالك الاصابات، يعني كثره اصابات اللي راي في الفريق 12 يعني كل مقابله، يعني ما ناش نلعبوا بالافكتيف اللي لازم يكون. يعني عده يعني معطيات خلتنا باش نستغنيوا على المدرب ونشوفوا في اللي احنا ما نشوفوش بالك سبع جولات، ناس راهي تقول سبع جولات، احنا عندنا يعني مستقبل اللي رانا نديروا فيه المستقبل هذا تاع الفريق، الجولات القادمه اللي راحين يكونوا ما نشوفوش يعني انه الطاقم الفني هذا راح يقدم الاضافه للفريق. بالنسبه للفريق يعني من الفرق التي قامت بالتحضيرات في مبكر يعني التحضيرات تاعكم، مع ذلك الانطلاقه كانت غير موفقه. يعني قلت لك احنا اون فوا يعني الوزاره ولا اللجنه العلميه اعطت الضوء الاخضر للفرق المحترف الاول باش تستأنف التحضيرات، احنا كنا يعني من الاوائل يعني اجرينا يعني تربص اول هنا بسكرة، تربص ثاني كان في الجزائر العاصمه، تربص يعني ثالث اخر كان هنا في بسكرة، وتربص رابع ثاني في الجزائر العاصمه. احنا قلت كاداره يعني وفرنا يعني من ناحيه الامكانيات و يعني ما بخلناش على الطاقم الفني، يعني الحاجه اللي كان المدرب يحتاجها كنا نوفروها باش يعني في ثاني كيف يعني الحاجه الاولى الثانيه للرزنامه اللي خدمتنا يعني في بدايه الموسم، رغم ثانيه الاستخدامات اللي قامت بها الاداره ثاني كيف يعني درنا يعني سنقولوا باللي درنا ريكروتمون يعني اللي نقدروا نتماشوا به في المحترف الاول، يعني كل هذه العوامل ما قدرناش يعني نستغلوها ونحطوها في يعني في الجانب نتاعنا باش نحققوا يعني انطلاقه يعني مليحه في بدايه الموسم. والنتيجه راهي عندنا يعني 8 نقاط من اصل يعني من 24 نقطه، يعني نشوف بلي الحصيله راهي ضعيفه
واني قلت احنا كاداره يعني تطرقنا انه نستغنيه على الطاقم الفني لانه العمل نتاعو ما كانش يرضينا. على ذكر الحصيله نروحوا للمدير الفني سمير حوحو. طبعا عندكم 5 تعادلات انهزامين فوز واحد 8 نقاط من اصل 24 نقطه، كيف تقيم وتفسر هذا الحوصله؟ يعني الاحصائيات تتكلم عن نفسها، نظن باللي حصيله سلبيه نظرا للتعداد تاع الفريق نتاعنا اللي نشوفونا يا لبس به، وكذلك الامكانيات من كما كان تكلم المناجر العام اللي وفرتها الاداره خاصه في تربصات. انا نظن باللي نتائج ما يشتمشي بوفق يعني متطلعات تاع الفريق، وهذا لعده اسباب. يعني الان انت مدير فني، كنت مدير فني، راك مدرب وتشرف الاداره وضعت فيك الثقه، كيف تشوف الدور تاعك؟ كنت مدير فني والان مدرب مع فريق الاتحاد. اولا في عجاله باش نستفهم برك باللي دور المدير الفني هو دور رقابي دو توت لا سيكسيون، ماشي غير الفئات الشبانيه كما الناس تعتقد، حتى في الاكابر. وهذا الشيء اللي كنت فهمت معاه نهار اللي تعاقدت مع الاداره، كما قلت عندي دور رقابي ودور استشاري ثاني. وهذا الشيء اللي ممكن يعني بكل صراحه ما حصلش مع الطاقم الفني اللي فات، يعني ما كناش نتواصلوا مليح، ممكن هذا شويه دار لنا شويه خلل. ولكن رغم هذا الشيء يعني احنا ما كنا نديروا التقارير تاعنا للاداره، قوموا بالدور تاعنا كمدير فني. الان كاين مشكل تاع الاصابات اللي اصبح يؤرق الفريق، يعني اصابات بالجمله في فريق اتحاد بسكره، وشي الاسباب كيف راح تتعاملوا مستقبلا مع هذا المشكل؟ والله بكل صراحه وانتو تونتي كما الناس تعرف سامح روحه في الصراحه نتاعو، يعني الاصابات كانت مرتقبه يعني كانت منتظره بكل صراحه. يعني كان سيفري كان المشكل تاع كوفيد يعني بور تو لي كلوب، يعني اللي هذه لا بيريود دو 8 موا اللي جامي صارت في التاريخ، كانت مشكل. ولكن يعني للامانه وانا كمستشار ولا مستشار وهذه خدمتي يعني كمدرب ثاني، بكل صراحه كان التحضير البدني انا كنت نشوف فيه لا شارج دونترينمون كانت ناقصه شويه. وهذا الشيء باش الناس تعرف باللي لا بيريود دو بريباراسيون سي اون بيريود بور بريفينير لي بليسور، سي لا بريفونسيون دي دونك لا شارج دونترينمون اللي لازم يديها اللاعب في الفتره التحضيريه ياسين باش تحميه من لي بليسور. وبكل صراحه وبكل امانه هذا الشيء اللي كان ناقص شويه في 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 لا بلانيفيكاسيون دي زونترينمون سورتو من الناحيه البدنيه. كيف راح تتعاملوا مع الاشكال هذا، اشكال تاع الاصابات؟ يعني تاك الان راك تشرف على الفريق. لا درك خاصه هذا الشيء يعني صعيب شويه لان رانا في لا بيريود كومبيتيتيف، رانا في لا بيريود تاع مقابلات، ما تقدرش يعني تبرمج اون غرون شارج باش تعاود تراترابي يعني الشيء اللي كان ناقص، سي با فاسيل. ولكن نحاولوا وين تكون يعني عندنا فرصه وين يكون متسع من الوقت نبرمجوا يعني مع يعني بالتنسيق مع المحضرين البدنيين يعني اللي نشكرهم على المجهودات اللي راهم يديروا فيها، نحاولوا نبرمجوا حصص خاصه بالجانب البدني لاسترجاع ولو يعني بنسبه قليله لتحسين اللياقه البدنيه تاع اللاعبين. نعود للجانب الاداري ربما ومع المناجير عبد القادر تريعه، فريق مثل فريق اتحاد بسكره هو الفريق الوحيد على مستوى الولايه له من الامكانيات خاصه المنشات والهيكل الرياضيه، رغم ذلك راهو يعني سجل هذه الانطلاقه الغير موفقه. والله من ناحيه التجهيزات الفنيه يعني شكر كبير يعني المدير شباب والرياضه ويعني اداره الملعب هنا، يعني المنشات يعني كل راهي تحت تسخير تاع الفريق، هذا يعني شيء الايجابي في الفريق. مي الجانب الاخر يعني هو الجانب المادي اللي راهو بالك اللي رانا نعانيو منه كما باقي الفرق. احنا نشوفوا انه يعني فريق في المحترف الاول يعني دي فوا يعني يكون باش لي بريم دو ماتش بالك يلقى صعوبات باش يعني يوفي يعني بالعهود تاعو مع اللاعبين، يعني ما راهيش حاجه سهله. الجانب يعني المادي انه فريق يعني في كما كنت تقول انت يعني في ولايه الجنوب الشرقي عنده يعني مؤهلات باش شركه يعني وطنيه يعني تهز كونسيديراسيون. الفريق يعني في محترف اول يتنافس يعني مع فرق يعني البيدجي نتاعها بالك ما على باليش 100 مليار ولا يعني تمشي غير بلي سيفونسيون تاع الولايه يعني البلديه،
يعني ما فيش سبونسور يعني الفريق كاينين دي سبونسور ماشي ما كانش دي سبونسور مي سبونسور يعني كيما سبونسور تاع سوناطراك يعني 5 ملاير على 3 دفعات انا نشوفوا بلي يعني هما مشكورين على الدعم تاعهم هذا بس هذا ما يلبيش يعني الرغبات ولا يعني اللاعبين يعني الاجر شهريا تاعهم انا نشوف بلي هذا السبونسور هذا جا جاء في وقت يعني مليح ما يلبيش يعني الطلبات تاع الجانب المادي للفريق في المحترف الاول ايضا احنا ديما يعني نطالبوا يعني من هذا المنبر انه الفريق اتحاد بسكرة يعني قلت يمثل المنطقه كلها يعني انه السلطات ولا الوزاره ولا يعني اللي تفوا يعني يشوفوا في هذا الفريق ويعطوه شركه وطنيه يقدر بالك يحقق القاب يعني عنده يعني الشبان تاعو ثاني كيف يعني عندنا لاعبين يرام في الفريق فرديف. الوطني الفريق الرديف راهو محتل يعني المركز الاول يعني في هذا الجانب انه يلتفوا بالفريق هذا سوسوا ثاني يعني رجال الاعمال هنا تاع ولايه بسكرة يعني في الموسم هذا نشوفوا باللي راهم يعني صح التفوا بالفريق حنا يعني نطلبوا منهم يعني انه يزيدوا يقدموا الفريق ويعني رانا هنايا بالعمل يعني كل مع بعضنا ان شاء الله باش نخرج بالولايه هذه ان شاء الله في 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 المحترف الاول ونحقوا يعني المبتغى تاع الانصار. نروحوا لسمير حوحو شفنا اللقاء الاخير نتا اللي شرفت على الفريق انهزام امام اتحاد بالعباس فريق ربما شكرا لك ياسين على هذه المداخلة والمعلومات القيمة من الطاقم الفني للفريق وبالعودة أو كنت معنا أقول أذكر كنت معنا مباشرة من بسكرة بالعودة إلى أخبار كرة اليد انتهى الشوط الأول من المباراة التي جمعت بين الجزائر وفرنسا بنتيجة 16 مقابل 4 أو 14 إصابة لصالح منتخب فرنسا في الشوط أو في شوط أول مميز للمنتخب الوطني. وللحديث أكثر حول الموضوع يحضر معي في الاستوديو نبيل جنيح المدرب واللاعب الدولي السابق أهلا بك وشكرا على تلبية الدعوة. أهلا بك وتحية لكل جمهور رياضي وخاصة جمهور كرة اليد. نعم أولا كيف تقيم الشوط الأول من هذه المباراة؟ والله اليوم المنتخب الجزائري فاجأنا بمستوى جيد على كل حال البداية كانت بداية قوية وشفنا منتخب جزائري متوازن في كل نواحي اللعب الهجوم المنظم لا ترانزيسيون الدفاع كانت عندنا بداية قوية وين خدينا فارق 3 أهداف جارينا المنتخب الفرنسي لغاية الدقيقة 13 وين بدا المستوى تاعنا منقوش يتراجع ولكن رجوع المنتخب الفرنسي بقوة وفي الدقيقة 16 ترى أول تعادل 9-9 وبعدين المنتخب الفرنسي خدا فارق 2 ولكن نظن على العموم نتيجة فارق 2 في الشوط الأول نظن أن منتخبنا قدم أفضل شوط له من بداية البطولة يعني كان في الشوط الأول مستوى متوازن بين الفريقين بالطبع كان مستوى متوازن وكان فريقنا خاصة فريقنا منتخب الجزائري كان متوازن من ناحية اللعب شفنا التقاطعات بين بركوس ورحيم وأيوب عبدي حتى لما كنا نروح للتصوير كنا ناخذ أفضلية بفضل هذه التقاطعات الهجومات تاعنا كانت مركزة ممكن في وسط الشوط الاول بدينا نفقدوا هذه الميزه هذه وبدا يتغلب علينا شويه اللاعب الفردي ودرنا اخطاء من ناحيه اخذ القرارات خاصه توجيه الباسات ناحيه لاعب الدائره التم للمنتخب الفرنسي رد وخدا بعض الهجومات المضاده اللي خلاته يعاود يرجع في المباراه ويتقدم علينا في النتيجه بس على العموم نظن ان فارق 2 مع منتخب فرنسي صاحب 6 بطولات عالم شوط جيد بالنسبه لي. نعم وما تقييمك للشوط الثاني من الناحيتين التكتيكيه والفنيه خاصه ان المنتخب الوطني عودنا على تقديم اداء افضل في الشوط الثاني. والله احنا اهم شيء بالنسبه لنا دوك في الشوط الثاني ان نحافظوا على التوازن تاعنا لان رانا نقابلوا منتخب في بعض لاعبين المنتخب الفرنسي مازال ما دخلوش الملعب نقابلوا منتخب اللي عنده دكه قويه وراح يكونوا تغييرات وهما يحافظوا على توازنهم احنا اهم شيء ان نكملوا المباراه كما بديناها يعني ما نتسرعوش في اخذ القرارات ما نروحوش في هجومات مضاده اللي تخلينا بعض الاحيان نضيعوا الكرات اهم شيء ان نلعبوا بهدوء
كل ناحيه من نواحي المباراه طول حقها، يعني الهجوم منظم نلعبوه بالعقل ما فيش تسرع. نعم. في الدفاع كما بدينا الشوط الاول كنا متوازنين وكنا نضغطوا على المنتخب الفرنسي، لازم نعملوا هذه الاشياء في الشوط الثاني باش على الاقل على الاقل حتى ولو كانت هزيمه المردود تاعنا يخلينا نشوفوا المباريات اللي جايه بوجه احسن ان شاء الله. نعم، الشوط الثاني سينطلق بعد لحظات فقط. شكرا لك على كل هذه التوضيحات ونشكرك مجددا على تلبيه الدعوه معنا هنا مباشره في الاستوديو سيد نبيل جنيح. اذا شكرا. اذا مشاهدينا الكرام نعود الى كره القدم، ودائما في اخبار الانديه لا يزال فريق اتحاد بالعباس يتخبط في دوامه من المشاكل، لا سيما قضيه الاجازات التي دفعت بالطاقم الفني الاعتماد على فريق الرديف. على غرار كل هذا دخل اللاعبون في إضراب بداعي عدم تلقيهم لمستحقاتهم المالية، يقول الزميل أنيس مزيان. تنقل باش نقلنا لبسكنا حتى درنا كونتيزاسيون، كاين دي سيبورتير مدو باش نقل الفريق إلى بسكنا. هو حال اتحاد بالعباس في الموسم العاشر من عهد الاحتراف، ديون عالقة، صمت تام للمساهمين، ومشكل الإجازات لفريق يقبع في المرتبة الرابعة عشر، ما حتم على المكر لعب مبارياته الأولى لحد الآن بتشكيلة مكونة في مجملها من لاعبي الفريق الرديف. المساهمين لحد الساعة واقفين يتفرجوا في الفريق وهو يغرق، فريق اتحاد بالعباس لحد الآن يغرق، باش الناس ما تغفلهاش باللي اللاعبين دخلوا في إضراب. لاعبين اليوم امس دخلوا في اضراب، مازال مقابله ديربي الغرب بين اتحاد العباس ووحده التلمسان، مازال كارون فيتر الفريق لم يتدرب منذ يومين. اتحاد العباس عندها حقوق عند في لاليغ ناسيونال والفيدراسيون، عندنا حقوق البث اخي العزيز، هذه 2 مليار 200 يقدر ينحيها من حقوق البث. بأربعة هزائم فوزين وتعادلين يبدو المشوار عسيرا طالما بقت العراقيل تحوم في بيت الاتحاد، وطالما بقت أيادي المساعدة ثابتة لا تريد الحراك. في أخبار المحترفين، عرف اللقاء الذي جمع نادي ويستهام بويستهام بروميتش ألبيون لحساب الجولة التاسعة عشرة من البريمير ليج مشاركة الدولي الجزائري سعيد بالرحمة مقدما أداء جيدا، حيث ساهم في فوزه أو في فوز فريقه بهدفين لهدف واحد بعد تقديمه لتمريرة حاسمة. إذا خبر آخر، دائما مع محترفين أبدت العديد من الأندية الإيطالية اهتمام بالدولي الجزائري آدم الناس للاستفادة من خدماته خلال الميركاتو الشتوي، يتقدمها فريق سبيزيا وبارما، حيث ستستغل هذه الأندية وضعيته المتدهورة مع فريقه كالياري الذي أبعده عن التشكيلة الأساسية لفترة طويلة. يجدر الذكر أن الناس شارك في 7 مباريات فقط منذ بداية الموسم. من جهة أخرى، يواصل الحارس الدولي الجزائري لنادي ماتس الفرنسي ألكسندر أوكيجا عروضه القوية في البطولة الفرنسية، حيث تمكن مرة أخرى من حجز مكانة ضمن التشكيلة المثالية للجولة العشرين من الليغا، ما جعله محط أنظار كبار أندية البطولة الأوروبية. ونختم الموعد الرياضي بجولة في أهم الصحف الدولية والتي يطلعنا عليها زكريا حبشي في هذه الورقة. منذ شهر أكتوبر استؤنفت التدريبات المتوقفة لدراجي المجمع البترولي بعد فترة طويلة من التدرب على الانفراد بالنسبة للبعض أو التوقف بالنسبة للبعض الآخر. الطاقم الفني سطر برنامجا خاصا لإعداد الدراجين لقادم المواعيد. يخفش على الجميع أن كل الرياضات عانت كثير، لأنه الدراجة تطلب أن سويفي تاع لي زاتليت بوندون لي زونترينمون نظرا لخطورة المسالك تاعها. كنا اون كونتاكت بيرمانون مع لي زاتليت تاعنا، نعطو لهم ان بروغرام مي ديباسي 100 كيلومتر باسكو لي كومبيتيسيون كانوا كاع انيلي. كانوا يديروا 3 سيونس بار سيمان مينيموم، لو مينيموم اللي دوموندينه، لانه ومن بعد كي جا القرار باش يتوقفوا نهائيا عانوا كثير باش يديروا لو مانتيان
باش ما يحبسوش قاعيتك، باسكو لو كان حبسوا قاعيتك نعاودوا اون بريباراسيون جينيرال وهذا راح ياثر كثير. والعوده الحمد لله التدريبات الجامعيه كانت في شهر اكتوبر، وين قدرنا نديروا ثلاث حصص حتى اربع حصص في الاسبوع، وكنا ندربوا اربع حصص على الاكثر، لانه ما كانش عندنا بروغرام تاع لي كومبيتيسيون، ما كناش على بالنا وقتا المرض هذا راح ينقص وقتا لي كومبيتيسيون اوفيسيال راح يبداو. مع الاول كي حبسنا كنا اونطرينيو انديفيديال، كل واحد يونطريني وحده، انا دي بروفيسيونيل. ومن بعد عندنا واحد الكات موا ملي بدينا لاور بريز، بدينا مع الفريق بدينا نخرجوا 3 فوا بار سيمان، وعلى حسب لي كومبيتيسيون، خاطش لي كومبيتيسيون هما اللي يديروا لنا البروغرام. لي كومبيتيسيون ان شاء الله لو 22 هذا يبداو جونفي، يبداو لي كومبيتيسيون، نبدلوا لونطريمون تاعنا على حسب الكومبيتيسيون واش عندنا لوبجيكتيف. مو اكتوبر عاودنا ولينا مع ليكيب بالعقل بالعقل، تما كنا 3 فوا بار سيمان بالعقل. دوكا انا كي جاو لي كومبيتيسيون دوكا بدلنا بروغرام باش دوك باش نوجدوا لي زوبجيكتيف اليوم جايين. وبعد عدة أشهر دون منافسة تستعد أسرة المجمع البترولي لخوض أول سباق هذا الموسم المقرر في 22 جانفي الجاري بسيدي عبد الله. في الكسات موام لي لا ديرني كومبيتيسيون كانت انا فريمون اكسيتي بور لا ريبريز، باسكو شغل هذا هو الميتي تاعنا، هذا هو السبور اللي نحبوه، ان شاء الله تكون بيان. ايه خبر مفرح هذا تاع كيما قال لك يعاودوا لي الكومبيتيسيون، وما باش نعاودوا ندخلوا في الموفمون تاع لي كومبيتيسيون، باسكو توحشنا لي كومبيتيسيون انا بزاف. انا بالك من مارس تاع العام اللي فات ثم هذا الخطره سي لوكازيون باش كل واحد يعاود بين لوحو. لو 22 بريمير كومبيتيسيون، ومن بعد عندنا لو 3 فيفري ان شاء الله دوره شلف، و 11 فيفري دوره قسنطينه، وهذو يدخلوا ان شاء الله في اطار مراحل تاع كاس الجزائر اللي حتكون هدف للمجمع البترولي. وما يخفاش على الجميع انه من بعد مورا 12 افريل ان شاء الله يكون شهر رمضان راح تصير اون كاسير واحده اخرى. الهدف الرئيسي ان شاء الله راه بعيد شويه، هو بطوله الجزائر ودوره الجزائر والجائزه الكبرى للجزائر العاصمه اللي راح تنظم هنا في الجزائر في جوان 2021. في انتظار السباقات القادمه يواصل هؤلاء الدراجون الحفاظ على نفس النسق ومواصله التحضير في افضل الظروف. إذن كان هذا موضوع خاص بالملكة الصغيرة، وبعد عدة أشهر من التوقف القصري بسبب جائحة كورونا يواصل، أو كما ذكرت يواصل المجمع الرياضي البترولي للدراجات تحضيراته منذ 3 أشهر تحسبا لعودة المنافسة المقررة في 22 جانفي الجاري. والتقرير كان بحوزة أو والتقرير كان للزميل وليد غريبية. في موضوع آخر، ستريت ورك أوت رياضة جديدة تستهوي الرياضيين والشباب، فوائدها كثيرة وتمارس في الأماكن العامة، لكن لأول مرة في الجزائر تم فتح قاعة خاصة لهذه. كما ميسكيلاسيون مثلا، شغل باين سبورت ميسكيلاسيون باين، يعني ما فيش صوالح جدد بزاف، مي هذه الرياضة فيها بزاف صوالح جدد ولي نيفو دائما يزيدوا، وشغل الرياضة هذه دائما تتقدم. بناء وشد الجسم، تناسق العضلي، زيادة القوة والمرونة للجسم. الرياضة هذه شغل مالو لها كاع فئات العمرية تاع الشباب كبار صغار، باسكو شغل فيها بزاف لي سبيسياليتي وفيها بزاف لي نيفو، يعني أي واحد يقدر يخدمها، ما فيهاش صعوبات بزاف، تبدا بالنيفو صغير وتبدا طالعة غير بالعقل. فوائدها كثيرة، زيادة القوة العضلية والعصبية وقوة التحمل، رياضة لقيت إقبالا من الشباب ليتحصلوا في الأخير على مبتغاهم ألا وهو جسم قوي. الآن جولة في أهم الصحف الدولية يطلعنا عليها زكريا حبشي في هذه الورقة. البداية من إسبانيا وبصحيفة ماركا التي تحدثت عن مستقبل النرويجي مارتين أوديغارد في ريال مدريد، وكتبت أوديغارد يرغب في الرحيل. وتحدثت ماركا عن عقوبة الأرجنتيني ميسي بعد طرده خلال لقاء أتلتيك بيلباو، وكتبت
إيقاف ميسي مباراتين. كما كتبت عن نتائج لقاءات الدوري الإسباني ولقاءات دور الاثنين والثلاثين من كأس الملك، وكتبت عن مباراة الكويانو ضد ريال مدريد: الفوز من أجل الجانب المعنوي، وهو ما جاء كذلك في صحيفة آس المقربة من النادي الملكي. صحيفة سبورت ركزت على رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع ليونيل ميسي كبديل لرحيل كيليان مبابي، وكتبت: ميسي مقابل مبابي. كما اهتمت بتصريحات خوان لابورتا مرشح رئاسة برشلونة، وكتبت: لابورتا يريد عودة غوارديولا لبرشلونة. في انجلترا، صحيفة ميرور ركزت على فوز ليستر سيتي امام تشيلسي في الدوري الانجليزي وتصدره لترتيب العام، وكتبت: هل هناك معجزة اخرى؟ كما اهتمت بتصريحات النرويجي سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، وكتبت: سولشاير، الوصول للقمة سهل، البقاء فيها صعب. صحيفة The Sun تحدثت عن فوز ليستر سيتي أمام تشيلسي وصعوده لصدارة ترتيب الدوري الإنجليزية، كما تحدثت عن سوق الانتقالات الشتوي في البريمير ليج وفوز ويست هام يونايتد على ويست بروميتش ألبيون. في إيطاليا، لا غازيتا ديلو سبورت كتبت عن سوق انتقالات ميلان متصدر ترتيب الدوري الإيطالي الذي تعاقد مع مانزوكيتش وتوموري وينتظر جونيور من برشلونة. كما تحدثت عن إقصاء روما من دوري 16 بكأس إيطاليا بعد خسارته على ملعبه، وكتبت: روما فشل آخر. ختام الأخبار الرياضية من الجزائرية الإخبارية قدمتها أنا سهيلة معوش، وترأس تحريرها طارق بوفليح، فيما أخرجها يزيد بالكوت. دمتم في أمان الله، سلام عليكم.